في مباراة شهدت تفوق تكتيكي واضح لتوخيل على زيدان، قدر تشيلسي يحقق فوز مستحق على حساب ريال مدريد بهدفين عشان يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2012 والثالثة في تاريخه. بقيادة مديره الفني توماس توخيل بدأ تشيلسي المباراة ب 3-4-3. الناحية الثانية بدأ ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان المباراة ب 3-5-2. تشيلسي بدأ المباراة ب 3-5-2 بوجود هافرتس وفيرنر كثنائي هجومي، لكن توخيل أدرك بسرعة إن هيكل مدريد مش 4-3-3 زي ما كان متخيل، لكنه كان 3-5-2 برضه، فغير شكل فريقه ل 3-4-3 وحول ماونت من لاعب وسط لجناح أيسر. الثلاثي الهجومي لتشيلسي كان بيحاول دايما يضغط على ثلاثي مدريد الدفاعي بأسلوب الضغط راجل لراجل بتحريك الكتلة بشكل أفقي. هافرتس بيقفل زاوية التمرير على ناتشو ويتحرك بشكل قطري ناحية راموس، فيرنر بيعمل كفر شادو على كازيميرو وفي نفس الوقت يروح يضغط على راموس بسرعة. ماونت مستعد للضغط على ميليتاو لما راموس يمرر له الكورة. تشيلو يطلع يضغط على فينيسيوس في حين ان جورجينيو بيراقب هازارد وروديجير ملازم لمودريتش. تشيلسي كان قادر دايما انه يقطع كورة في مناطق مدريد ويشكل خطورة هناك، اما في حالة استخدام الكتلة المتوسطة فتشيلسي وقتها كان بيستخدم دفاع المنطقة الموجه ناحية افراد مدريد لمنع اي تبديل محتمل بين اللاعبين. نتيجة ده فثنائي وسط تشيلسي كانتي وجورجينو كانوا بيميلوا للمساندة في الجوانب ويسيبوا مساحة مركزية في العمق، قدر مدريد يشكل منها خطورة في اكتر من مناسبة بتسديدات من كروز، مودريتش وبنزيما. اثناء الخروج بالكورة مدريد كان بيتحول ل3-1-5-1، ميليتاو وناتشو كانوا بينتشروا على الاطراف، كازيميرو بيسقط جنب راموس، مودريتش وهازارد بيسقطوا في العمق لاستلام الكورة، كروز في الشمال وميندي وفينيسيوس واقفين على الخطوط الجانبية كوينج باكس. مدريد حاول يركز هدفه على المساحة ورا روديجير نظرا لعدم انضباطه عند التغطية في احيان كتير خصوصا مع الصعود الدايم لتشيلويل. ميليتاو كان بيوصل لحد التلت التاني في محاولة منه عشان يخلي فينيسيوس في موقف واحد ضد واحد مع تشيلويل، لكن رجوع ماونت معاه وعدم مساندة مودريتش الكافية له خلت فينيسيوس معزول تماما. توخيل كان مذاكر مدريد كويس جدا وكان عارف بشكل ذكي يستغل نقط ضعفهم، عشان كده تشيلسي دايما كان بيحاول يكسب الكرة في اكتر مناطق ضعف مدريد. المنطقة الاولى هي منطقة الارتكاز عند استلام كازيميرو للكرة. تشيلسي كان بيضع محفزات ضغط عند استلام كازيميرو للكرة، اثناء ده كان بيتم حصاره بثنائي الوسط كانتي وجورجينيو بالاضافة لديلو فيرنر اللي سرعته كانت بتمكنه دايما من الفوز بالكرة هناك. المنطقة التانية هي الكرة التانية الهوائية اللي بتسقط من قلوب الدفاع واللي متعودين دايما على عدم التشتيت وخاصة راموس، والمنطقة التالتة في الناحية الشمال لاستغلال قدم ناتشو الضعيفة وسوق ميندي تحت الضغط. كروز كان بيميل للتمرير على الخط ومعاه كانتي اللي كان بيحاول يقفل زاوية التمرير عليه، وقتها كان بنزيما بيسقط لاستلام الكرة ومعاه أسبليكويتا، ميندي بيتمركز في نص المساحة الشمال ومعاه كريستينسن، في حين ان كازيميرو بيحاول يقدم الدعم هناك لكن كان بيتبعه فيرنر. اول ما تشيلسي يقطع الكرة بتبدأ لعيبته على طول تمرر في المساحة اللي سابها كازيميرو وراه، وقتها بيكون تشيلسي في موقف 3-3 مع ثلاثي مدريد الدفاعي. تحرك لعيبة مدريد من غير الكرة كان شيء كارثي، ومع نية تشيلسي في قطع الكرة بعدوانية كان مستحيل استمرار هجمة مدريد لوقت كبير. ضغط ريال مدريد بعد ما يفقد الكرة كان بيتم ب 3-1-4-2. وجود ثنائي هجومي بيضغط ثلاثي دفاعي كان معناه ان في دايما لاعب حر قادر يخرج بالكرة بدون وجود لاعب يضغط عليه، وبالتالي كان بيضطر اما الظهير الجناح او واحد من ثنائي الوسط المركزي للصعود والضغط عليه. فلو حصل الاول بيتم خلق مساحة على الخط لظهير جناح تشيلسي، ولو حصل التاني بيضطر كازيميرو يصعد للتغطية، ونتيجة ده بيتم خلق مساحة كبيرة في العمق، وبرضه يتكرر موقف 3-3. رغم عشوائية مدريد الواضحة في الشوط الاول الا ان زيدان استنى لحد دقيقة 62 علشان يجري اول تبديلات، فخرج ميندي وفينيسيوس ونزل فالفيردي واسينسو وحول الطريقة الاربعة 4-1-3-2. مدريد رجع لطريقته الافتراضية لبناء اللعب بسقوط مودريتش وكروز، وده قلل الأخطاء أثناء بناء اللعب، لكن استمر الضغط العالي بدون فعالية لنفس الأسباب السابقة. بعدها على طول توخيل عمل تبديل بنزول بوليسيتش مكان فيرنر، لأن بالتزام كازيميرو كرقم 6 فتشيلسي كان محتاج لاعب يقدر يروق في المساحات الضيقة بعد ما كانت المساحات كبيرة في الشوط الأول. بعد ما نجح تشيلسي في حرمان مانشستر سيتي من حلم الرباعية بعد ما أقصاه من كأس الاتحاد الإنجليزي، فاللقاء بينهم هيتجدد مرتين خلال 3 أسابيع. يوم السبت هتكون بروفة حقيقية قبل المعركة الكبيرة اللي هيشهدها ملعب أتاتورك الأوليمبي في نهائي أوروبي إنجليزي خالص.